حاضر عم بيروت. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. استغرب يكون عنده هذا الموقف ضد الجيش اللبناني. ردود فعل مستهجنة لهجوم عون على الجيش اللبناني ودفاعه عن قتال حزب الله للشعب السوري. الملامة مش على الملامة على الذين وضعوا دفتر الشروط. جنبلاط ينتقد دفتر شروط مناقصة النفايات. انهيار سريع للمتمردين الحوثيين على الجبهات الجنوبية وإعلان حال الطوارئ في صنعاء. عبالكم تزوروا إسبانيا؟ هلأ وقتها مع أكرم برنامج بالبنك بيبلوس صار فيكم تستبدلوا بس 29,000 كارد مايل بتيكت على إسبانيا. مساء الخير. الهجوم الذي شنه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون على قائد الجيش ليمان جون قهوجي صب الزيت على نار الحراك السياسي الداخلي وسط استغراب واستياء مما توصل إليه الخطاب العوني ومن انعكاساته على عمل المؤسسات خصوصا الاجتماع المرتقب للحكومة الخميس المقبل. وفي غمرة الاصطفافات الداخلية التي بدا لافتا فيها صمت حلفاء عون في ضوء السقف العالي لنبرة جنرال الرابي، فإن زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لبيروت الثلاثاء المقبل ستدخل البلاد في تطورات المنطقة الاستراتيجية بعيدا عن قضايا الداخل. ويبقى في مقدمة الهموم الداخلية تداعيات تأجيل تسريح القادة الأمنيين وما يتصل بملف نفايات الذي ينتظر المزيد من البلورة في وقت حذر فيه النائب وليد جملاط من تفاقم هذه المشكلة، لافتا إلى أن أي شركة تستوفي الشروط في المناقصة بحاجة إلى 16 شهرا للبدء بعملها. إذن أثار هجوم النائب ميشيل عون على الجيش ودفاعه عن قتال حزب الله للشعب السوري ردود فعل مستهجنة وسط تحذيرات من خطورة استخدام الشارع في هذه الظروف. ربيع شنطف. إياك يا جان قهوجي أنك تنزل الجيش. هكذا صب نائب ميشيل عون جام غضبه على الجيش وقائده العماد جون قهوجي، متناسيا أنه لطالما تبجح بالوقوف خلف المؤسسة العسكرية. الجنرال عنده هدفين، هدف إيصال صهره العميد شامل روكوز، يعني مع هون بغض النظر عن رأينا بالعميد شامل روكوز اللي هو يعني بينال كل احترام، وفي أمر آخر التخلص من العماد جون قهوجي كمرشح لرئاسة الجمهورية طالما هو قائد جيش. يعني هدول الهدفين اللي وضعهم أمام عيني العماد أو الجنرال ميشيل عون حتى يعني يقدر يرتاح ويطمئن. هلأ عم بيحول الموضوع أو عم بيعطيه صورة أو عم بيعطيه وهج وهالة وطنية هي منا موجودة. حزب الله على الحدود عم يدافع عن حاله، عم يدافع عنا، عم يدافع عن لبنان. وهكذا لم يكتفي عون بهجومه على المؤسسة العسكرية الشرعية، بل دافع عن ميليشيا حزب الله الذي يقاتل الشعب السوري كرم العيون نظام بشار الأسد. بستغرب يكون عنده هذا الموقف ضد الجيش اللبناني. تصغير دور الجيش اللبناني يلي عم بيقوم بعمل كتير مهم وكتير كبير بحماية الحدود والذهاب إلى دعم ميليشيات عم بتحارب ضمن الأراضي السورية بعمق الأراضي السورية، ويقول عنا هذه الميليشيات إنه هي عم تحمي الوطن لبنان. وعلى ما تقدم يطرح أكثر من سؤال، ماذا سيستفيد عون من تصعيده؟ وماذا يفعل سوى النفخ في نار الفتنة وتوتير الشارع، خصوصا وأن طروحاته الارتجالية تأتي في ظل الخطوط الحمراء الداخلية والخارجية الموضوعة أمام إسقاط الحكومة، وفي ظل الصمت المدوي لحلفائه عن قرار تأجيل تسريح القادة العسكريين.
عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبار استغرب الإطلالات المتكررة للنائب ميشيل عون مهددا ومتواعدا ومحاضرا بالعفة السياسية والمالية ومحاولا جر البلاد إلى الخراب والعباد إلى مواجهة مع جيشهم في الشارع. وقال كبار إن عون يتهم الحكومة بالفساد والتقصير فيما الفساد يغطيه في وزارتي الطاقة والاتصالات اللتين خرجت منهما روائح السرقات والسمسرات والمحاصصات. ورفض كبار محاولة عون النيل من الجيش وقائده بتهديدات فارغة تشبهه بعدما وجد نفسه خارج معادلة الحاضر والمستقبل داعيا إلى الحجر السياسي عليه قبل أن تدفعه شهوته للسلطة إلى إحراق الوطن. حذر نائب وليد جملاط من تفاقم مشكلة نفايات، لافتا إلى أن أي شركة تستوفي الشروط في المناقصة بحاجة إلى 16 شهرا للبدء بإزالة النفايات من الشوارع. كنت عندي مشروع تقاعد بس ما ضبطت معي، بلشت يعني واستلم عني تيمور شوي شوي، وكنت بدي روح على مهمتي اللي قعدت فيها وصرحت اعمل زبال بنيويورك، صفيت الزبال الاول بلبنان. مره عيد ميلادي جاني كعكه كثير طيبه، كعكه كومبوست، هلا ريحتها شوي مزعجه لكن طعمي كله سكر، بنصح جربوها، انا جربتها. حتى روح الفكاهة لدى النائب وليد جنبلاط لم تخفف من حجم مشكلة النفايات والصورة السوداوية المحيطة بهذا الملف من خلال ما صرح به جنبلاط خلال رعايته حفل وضع حجر الأساس لمبنى اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار في بيصور بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والبلدية. فالنائب جنبلاط لفت إلى أنه بناء لطلب كل الأحزاب أقفل مطمر النعمة وغرقنا بالزبالة. بدنا نعرف وين رايحين، لأنه هذا يتعلق بجميع البلديات. على نجتمع نعرف حالنا نحن من المطلع للعلي للشوف للإقليم أين سنضع نفاياتنا، لأنه أي شركة بدأ مكب. لذلك الملامة مش على محمد مشلول، الملامة على الذين وضعوا دفتر الشروط، لأنه دفتر شروط ليس فيه تحديد مكب ناقص، وليس فيه توضيح بأن لابد من محرقة. من جهة أخرى قال جنبلاط إن غالبية أعضاء بلدية عين دارة من مسيحيين ودروز يسرقون الرمل ويتهمونني، لكن مش منتبهين للفتوش وغير الفتوش. في اليوم الأخير لجولته البقاعية التي استكملها بزيارة قضاء رشية، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من زحلي إلى انتخاب رئيس جدير لقيادة البلاد لأنه الضمانة للوطن والشعب والمؤسسات. لليوم الثالث على التوالي وفي إطار جولته الرعوية البقاعية، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذبيحة الإلهية في مطرانية السريان الأرثوذكس في زحلي بحضور عدد من وزراء ونواب ومطارنة وفاعليات المنطقة. الراعي أمل أن يلهم الرب المسؤولين السياسيين كي ينتخبوا رئيسا للجمهورية وتحمل مسؤولياتهم في هذا الوقت الدقيق، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يستحلفنا أن ننتخب رئيسا جديدا في ظل الرياح التي تعصف بلبنان والمنطقة. مطلب واحد، حاجة واحدة، انتخاب رئيس للجمهورية لكي تعود الحياة وشرعية الممارسة للمجلس النيابي وللحكومة وللمؤسسات العامة. فانتخاب الرئيس، رددوا ونردد معهم، هو بمثابة السقف للبيت، والسقف يقي جدران البيت ومضمون البيت وكيان البيت عندما تعصف الرياح وتجري الأمطار. الرئيس هو سقف الوطن شعبا ومؤسسة. هذا المطلب سمعناه في البطريركية وسمعتموه أيضا عبر وسائل الإعلام من مسؤولين في العالمين العربي والدولي، يستحلفوننا أن ننتخب رئيسا للبلاد. المطران جوزيف معوض دعا إلى ضرورة دعم المنطقة إنمائيا آملا من المسؤولين التنبه لها عبر تنفيذ مبدأ الإنماء المتوازن وخلق فرص عمل وإقامة المشاريع من أجل بقاء أبناء المنطقة في أرضهم.
رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أنه وبالرغم من تخطي لبنان اليوم للكثير من المشكلات الأمنية، فهو بحاجة لاحتواء أزمته السياسية وإيجاد الحلول والمخارج لما يواجهه من أزمات سياسية هي السبب في مفاقمة العديد من المشكلات، سواء كانت خدماتية أو حياتية أو إنمائية أو حتى مالية. إننا ندعو إلى ضرورة إيجاد الحلول والمخارج واحترام الشراكة بين المكونات السياسية والعمل على تلبية المطالب المحقة من أجل الخروج من هذه الأزمة لإعادة الاعتبار لدور المؤسسات ولتحصين الداخل ومعالجة مشكلات المجتمع والتصدي للتهديدات والأخطار التي تحيط بلبنان وتجنيب لبنان تداعيات أزمة المنطقة. كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك عن اعتقال مواطن سويدي من أصل لبناني يدعى حسن خليل خيزران لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب الشهر الماضي. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الشباك قوله إن خيزران كان يسعى لتجنيد مواطنين إسرائيليين للانضمام إلى حزب الله. وفيما تمت إحاطة السلطات السويدية علما بالقضية، تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام بحق خيزران، علما بأن محاميته نفت التهم المنسوبة إليه. وقالت لوكالة رويترز أنه التقى بأفراد من حزب الله خلال زيارات قام بها إلى لبنان، ولكنه رفض طلباتهم بالعمل ضد إسرائيل. استمرار مغامرات حزب الله في سوريا يجعل عائلاته عرضة لفقدان أكثر من فرد في صفوفها، فقد قتل العنصر من حزب الله زين العابدين أحمد من بلدة حزرتة، وذلك في المعارك الدائرة في الزبدان السورية، علما بأن شقيقه عباس كان قد قتل أيضا في سوريا. نشرة بعد الفاصل. اللاذقية تغلي وممارسات النظام تضرب بيئته الحاضنة. سلسلة قرارات مهمة لرئيس الوزراء العراقي. المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار. ردود فعل مستعجلة لهجوم عون على الجيش اللبناني ودفاعه عن قتال حزب الله للشعب السوري. جنبلاط يحذر من تفاقم أزمة النفايات وينتقد دفتر شروط المناقصة. الراعي يدعو إلى انتخاب رئيس جدير لقيادة البلاد لأنه الضمانة للوطن والشعب والمؤسسات. في مؤشر على تصاعد مخاوف الميليشيات الانقلابية، أعلنت جماعة الحوثي حالة الطوارئ في صنعاء ونصبت نقاط تفتيش وسط اندلاع مواجهات في بعض الأحياء. ميدانيا، سيطر الجيش والمقاومة اليمنية على كامل مدينة زنجبار التابعة لمحافظة أبيان في جنوب اليمن. في مؤشر على تصاعد مخاوف الميليشيات الانقلابية من حدوث انقلاب مسلح، أعلنت ما يسمى اللجنة الثورية التابعة للمتمردين الحوثيين حالة الطوارئ في صنعاء، وأشارت مصادر إلى نصب نقاط تفتيش في العاصمة واندلاع مواجهات في بعض الأحياء. هذه التطورات أتت بعد إعلان المقاومة الشعبية تحرير محافظة الضالع بالكامل، إضافة إلى مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان من سيطرة المتمردين الحوثيين بعد فرار المتمردين، وسيطرت أيضا على اللواء 15 مشاة في المحافظة. القوات اليمنية حققت أيضا تقدما ميدانيا كبيرا في محافظة إب وسط البلاد، وانتزعت السيطرة على عدة بلدات كان المتمردون الحوثيون احتلوها سابقا، لا سيما على مديريتي النادرة والقفر، حيث سيطرت القوات الشرعية على المكاتب الحكومية والنقاط التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. في غضون ذلك قتل عدد من الحوثيين بعد هجوم للمقاومة بقذائف صاروخية على نقطة تابعة لهم على الطريق الدولي الرابط بين الحديدة ومدينة حرد بمحافظة حجة. طائرات التحالف العربي واصلت غاراتها على مواقع المتمردين في جبهة المخدرة شمال غرب مأرب وجبهة الجفينة جنوب غرب المحافظة. وقال مصدر يمني أن الغارات استهدفت تجمعا لآليات ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، فيما قصفت طائرات التحالف أيضا معسكر الحمزة الموالي لصالح في محافظة إب.
سياسيا، قال وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين إن انتصارات القوات الشرعية في اليمن هي التي تجبر ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح على التفاوض. وأضاف ياسين أن الحكومة اليمنية الشرعية مصرة على تنفيذ القرار الدولي ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. إلى ذلك، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد القتلى نتيجة النزاع الدائر في اليمن ب 3800 شخص منذ آذار الماضي. وأضافت اللجنة الدولية في بيان أن عدد الجرحى يقدر ب 19000 شخص، كما قدرت اللجنة عدد النازحين من منازلهم ب 1,300,000 شخص. في سوريا، سيطرت فصائل المعارضة على قرى ومواقع للنظام في سهل الغاب بريف حماة، بينما واصلت قوات النظام الانسحاب باتجاه بلدة تجورين التي تعد معقلا لها. وقد كثفت قوات النظام كذلك قصفها لمدينة الزبداني، فيما تمكن الثوار من تكبيدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح في مدينة داري. نلاحظ دبابات بشار الأسد تحترق بعد أن استطاع أبطال جيش الفتح تدميرها. في تطور بارز، تمكن الثوار من السيطرة على عدة قرى ومواقع للنظام في سهل الغاب بريف حماة، بينما واصلت قوات النظام الانسحاب باتجاه بلدة جورين التي تعد معقلا لها. في وقت أعلن جيش الفتح عن بدء معركة الحسم لتحرير بلدتي الفوعة وكفرية في إدلب، حيث بدأوا بإمطار البلدتين بقذائف الهاون وصواريخ الفيل محلية الصنع، وحققوا إصابات مباشرة، في حين شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة جسر الشغور. وأما في العاصمة دمشق، فدارت اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة في محيط حي جوبر أثناء محاولة جديدة من قوات النظام للتقدم في الحي، أدى إلى مقتل العشرات منهم. هذا وتمكن الثوار في مدينة دارية تكبيد قوات الأسد خسائر فادحة على الجبهة الشمالية الغربية للمدينة، خلال محاولتهم التقدم في الوقت الذي ألقت فيه مروحيات الأسد براميلها المتفجرة على المدينة، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي، فيما تستمر الاشتباكات في مدينة الزبداني، حيث تمكن الثوار من تدمير دبابتين على حاجز الشلاح والجمعيات، وألقت المروحيات عشرات البراميل المتفجرة على المدينة. من جهة أخرى، سيطر تنظيم داعش على قرية أم حوش في ريف حلب الشمالي بعد سلسلة عمليات انتحارية نفذها بنقاط الثوار في البلدة سقط فيها عدد من القتلى والجرحى. الشعب يريد إعدام سليمان، شعار خجول رفعه مئات من الطائفة العلوية في تظاهرة عند دوار الزراعة في اللاذقية احتجاجا على مقتل العقيد حسان الشيخ. وبشرى الأسد ترسل ابنها في صورة عاجلة إلى المنطقة للوساطة. شهدت مدينة اللاذقية أحد معاقل النظام السوري تظاهرات نادرة تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بنجل هلال الأسد ابن عم بشار الأسد. وبثت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالت إنه تجمع للمتظاهرين في ميدان الزراعة في المدينة الساحلية، وهتف المتظاهرون الشعب يريد إعدام سليمان. ومع التأزم الكبير داخل اللاذقية، خرجت بشرى الأسد عن صمتها وقامت بإرسال ابنها باسل في صورة عاجلة إلى اللاذقية لزيارة أهل العقيد الشيخ. ولم يعرف بالضبط فحوى الرسالة التي قام باسل بإيصالها، إلا أن ما تسرب عن هذه الزيارة لا يشير إلى حلحلة، إذ أن أهل القتيل يريدون إعدام القاتل. في المقابل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة للنظام بالتعليقات، فقد عبر علويون من اللاذقية عن سخطهم جراء استفحال جرائم عائلة الأسد في مناطقهم. وجاءت هذه المواقف عشية قيام بعض العائلات القريبة من آل الأسد كآل شليش بإعلان تضامنها مع سليمان الأسد، عبر نشر تحذيرات لتخويف علويي المنطقة من اقتراب دخول جيش الفتح إلى اللاذقية. وطالب جعفر شليش على صفحته على الفيسبوك الذين تظاهروا بالقول: عوضا عن الاحتجاج والاعتصام، احملوا السلاح وقاتلوا إلى جانب الجيش لمنع جيش الفتح من الدخول إلى المنطقة. صفحة سليمان هلال الأسد نشرت تعليقات له مصحوبة بشتائم بحق أي شخص يوجه له تهمة القتل ويطالب بإعدامه، وقام بتهديد علويي المنطقة بداعش. السلطة في سوريا تعيش حرجا بالغا جراء هذه الجريمة، التي أضافت دليلا جديدا على ممارسات النظام السوري حتى بحق بيئته الحاضنة. نشرت الولايات المتحدة 6 مقاتلات من طراز F-16 في قاعدة أنجرلك بجنوب تركيا للمشاركة في العمليات ضد داعش
وفق ما أعلنت البعثة الأمريكية لدى الحلف الأطلسي. وللمرة الأولى منذ بدء عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم، ستتمكن الولايات المتحدة من إرسال مقاتلات انطلاقا من هذه القاعدة الاستراتيجية بموجب اتفاق مع تركيا في تموز الماضي. وبحسب وكالة دوغان التركية، فقد تم نشر قوة من 300 جندي أمريكي في القاعدة التركية، وذلك لتنسيق العمليات على الأرض. وافق مجلس الوزراء العراقي على مجموعة من الإصلاحات التي أقرها رئيس الحكومة حيدر العبادي، من أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وطالب العبادي البرلمان بالمصادقة عليها. سلسلة قرارات اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في إطار عدد من الإصلاحات عقب تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا على الفساد المالي والإداري. العبادي ألغى جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، وقرر تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاث. وجاء في قرارات العبادي أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين. وقرر العبادي إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء ووزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، على أن تتولى لجنة يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة. وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ من أين لك هذا، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وفور صدور هذه القرارات أعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار الإعازة إلى محاكم النزاهة في التحقيق بتهم الفساد المالي المنسوبة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الأعرجي عن كتلة الأحرار. ويتهم أعضاء في البرلمان العراقي نائب رئيس الوزراء الأعرجي بالاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج وشراء عقارات في دول أوروبية. هذا وأكد نائب رئيس العراقي إياد العلاوي أنه على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يقوم بخطوات عدة لامتصاص الغضب الشعبي وموجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وأوضح أن أزمة الفساد الحالية هي جزء من أزمة أكبر تتمثل في العملية السياسية العراقية التي بنيت على أسس المحاصصة والطائفية في عهد الاحتلال، وأن الإسراع بترميمها يجب أن يكون المنطلق للإصلاح. أكد نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، أكد أن الأعمال الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية خصوصا في المساجد لن تثني عزائم المملكة في التصدي بحزم للإرهاب. مواقف ولي العهد جاءت خلال ترأسه اجتماعا مع قادة القطاعات الأمنية ونقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين لأسر أبناء الوطن شهداء الواجب في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا لقوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الأمنية على الساحة وتداعياتها في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. وشدد الأمير محمد بن نايف على ضرورة تكثيف الاستعدادات ورفع مستوى درجات الحيطة في مواجهة أي مستجدات قد تطرأ. رفضت مصر رسميا الوساطة القطرية للتصالح مع الإخوان، كما اعتبرت تصريحات وزير خارجية قطر حول هذا الأمر تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري. وردا على ما نقل من تصريحات لوزير خارجية قطر خالد العطية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية رفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، معتبرا تصريحات العطية غير مقبولة وتفتأت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإجماع الشعب المصري على أن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي، مضيفا أنه ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار مع الإخوان. أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داود أوغلو أن المنظمات الإرهابية لن تتمكن من النيل من أمن تركيا واستقرارها. مواقف داود أوغلو جاءت من أمام مقر رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية في اسطنبول، حيث تعرض إلى اعتداء مسلح من قبل مجهولين أسفر عن إصابة أحد أفراد الحراسة الخاصة. وقامت فرق الأمن بتمشيط المنطقة لإلقاء القبض على المتورطين في الهجوم.
أما في شرق تركيا فأطلق عناصر من منظمة بيكاكا الإرهابية قذائف صاروخية على مخفر لقوات الدرك التركي في قضاء بولانك. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ستستمر بتسليح حلفائها في المنطقة، زاعما أنه لولا مساعدات الجمهورية الإسلامية لسقط الكثير من العواصم بيد تنظيم داعش. ونقلت وكالة فارس عن ظريف قوله أن إيران ستزيد من قدراتها الدفاعية بما فيها القدرات الصاروخية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن إيران ستكثف من دعمها لحلفائها في منطقة الشرق الأوسط بعد رفع العقوبات. ونقلت الصحيفة عن محللين استخباراتيين أمريكيين قولهم أن طهران ستستفيد من الأموال التي ستعود إليها والتي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي في تكثيف الدعم لنظام بشار الأسد والجماعات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان. انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشدة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران والتصويت المقرر إجراؤه في الكونغرس الأمريكي على هذا الاتفاق. وقال أوباما لشبكة CNN إنه لا يتذكر أن زعيما أجنبيا تدخل في السياسة الأمريكية كما يفعل بنيامين نتنياهو، مكررا القول إن نتنياهو يخطئ في تفسيره للاتفاق النووي مع إيران، معتبرا أن هذا الاتفاق هو أفضل وسيلة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، إضافة إلى أن الاتفاق قد يمهد لإجراء مباحثات إضافية مع إيران قد تشمل مواضيع أخرى مثل الأزمة السورية، ولكنه استبعد حدوث ذلك على المدى القريب. عبر قائد الجيش الإيراني وهو حليف مقرب للزعيم آية الله علي خامنئي عن تأييده للاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العالمية، ما يمثل دعما مهما للاتفاق الذي يواجه معارضة قوية من المتشددين. وسرد أبادي 16 ميزة للاتفاق الذي وقعته إيران في فيينا في تموز من دون ذكر أي تفاصيل عن العيوب، لافتا إلى أن الاتفاق وقرار مجلس الأمن يحتويان على الكثير من المزايا التي يتجاهلها المنتقدون. تصادف اليوم الذكرى 70 لإلقاء القنبلة النووية على مدينة ناغازاكي اليابانية، مما أدى وأودى بحياة 74 ألفا من سكانها، وتجمهر آلاف الأشخاص في المدينة لإحياء هذه الذكرى المأساوية ووقفوا دقيقة الصمت بينما قرعت الكنائس أجراسها. وقد أدى الهجوم الأمريكي النووي الذي سبقه بثلاثة أيام هجوم مماثل على مدينة هيروشيما إلى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. بعد الفاصل، طعن والدته حتى الموت في الحمودية. وكريفور بيدروس العشرون بطياركا جديدا للأرمن الكاثوليك. وفد من الأنروا يعرض للنائب بهي الحريري الأزمة المالية التي تشهدها الوكالة لا سيما لجهة تأخير العام الدراسي. والنائب الحريري تتصل بالرئيس الفلسطيني لبحث القضية. الأزمة المالية التي تشهدها الأونروا وانعكاسها على خدماتها لا سيما لجهة تأخير بدء العام الدراسي لأكثر من 37 ألف طالب في مدارس الوكالة كانت محور لقاء رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري مع وفد من اتحاد العاملين المحليين للأونروا في لبنان تقدمه رئيس الاتحاد موسى النمر. الوفد شكر للحريري تحركها السريع مع رئاسة الفلسطينية والجهات المعنية من أجل تداري انعكاسات الأزمة. كان إلى جهد مميز اتصلت بالرئيس أبو مازن لتشارك الكل على أساس تمنع الكارثة الاجتماعية والكارثة التعليمية اللي يتعرض إلى الطلبة الفلسطينيين بلبنان. وطبعا إضافة لشكرها هي كمان هتكمل وعدتنا أنه تكمل اتصالاتها وضغطها حتى تمنع عملية التأجيل أو إلغاء التعليم، لأن التعليم خط أحمر بالنسبة لها. النائب الحريري أكدت أمام الوفد التمسك ببقاء الأونروا لأنها أساس قضية اللاجئين الفلسطينيين والشاهد الحي على اللجوء. أوقفت قوى الأمن الداخلي المدعو حسين إسماعيل من بلدة الحمودية من مواليد العام 1985 بعد إقدامه على توجيه عدة طعنات لوالدته رضوى إسماعيل بالسكين، حيث نقلت إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجراحها. وبنتيجة تحقيقات قوى الأمن تبين أن الشاب يعاني من اضطراب عقلي وهو أحيل إلى مفرزة بعلبك القضائية للتوسع بالتحقيق. عاد الشاب جناح عبد الخالق إلى منزله في مجد البعنة قضاء عليه بعدما فقد الاتصال به ليلة أمس بين الحزمية وصوفر،
وقال شقيقه للوكالة الوطنية للإعلام إن جناح تعرض للسرقة والتعذيب، علما بأن معلومات أولية كانت قد تحدثت عن خطفه للحصول على فدية. عمدت وحدات الإنقاذ البحري في الدفاع المدني والجيش اللبناني بإشراف وحضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمو خطار على إخلاء جثة أحد السائحين الإيطاليين اللذين سقطا في منطقة فرات القريبة من سد شوان، حيث أقدمت على سحب الآخر وإسعافه. احتفلت كنيسة الأرمن الكاثوليك في المقر البطريركي في دير سيدة بزمار بتنصيب البطريرك غريغور بيدروس العشرين بطريركا على كرسي كليكيا للأرمن الكاثوليك، وذلك بدعوة من أساقفة المجمع المقدسي للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والنائب البطريركي لطائفة الأرمن الكاثوليك على أبرشية بيروت. رأى الرئيس التنفيذي لمؤسسة روني معوض ميشيل معوض أن الدولة عاجزة عن أن تجد حلا لملف النفايات، لأن المحاسبة مستحيلة في نظام مركزي يحتمي فيه المسؤولون خلف طوائفهم. اعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة روني معوض ميشيل معوض أن روائح الصفقات فاحت من الدولة المركزية التي تعيق إيجاد الحلول، لا سيما على مستوى أزمة النفايات والكهرباء وغيرها، داعيا إلى تطبيق اللامركزية الإدارية. معوض كان يتحدث خلال حفل تدشين مشروع تحسين وتأهيل شبكة مياه الري في منطقة بزبين عكار، والذي تنفذه مؤسسة روني معوض ضمن برنامج بلدي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور النائب نضال طعمي والمنسق العام لتيار المستقبل عصام عبد القادر ورؤساء بلديات ومخاتير. شفنا الفشل كمان بحل أزمة الكهرباء من 25 سنة، رغم أنه صارت مكلفة خزينة الدولة أكثر من 25 مليار دولار من دون ما نحتسب الفوائد. تخيلوا بس لو هال 25 مليار دولار توزعوا على المحافظات والأقضية اللبنانية، كان طلع لكل محافظة أكثر من 3 مليارات دولار، وكانت انحلت مشكلة الكهرباء من زمان. إيه حالنا بقى نعترف أنه هيك مش ماشي الحال، وأنه ما راح يمشي الحال إلا إذا مكننا السلطات المحلية وطبقنا اللامركزية الإدارية الموسعة يلي نص عليها اتفاق الطائف. الحل بلبنان هو بمركزية القرار السيادة واحتكار السلاح وبلا مركزية الإنماء، مش العكس. من جهته أشار رئيس بلدية بزبينة ميلاد أنطون إلى أن المشروع سيساهم بشكل فعال في مساعدة المزارعين على تأمين مياه الري بصورة أفضل وكلفة أقل بعد تدني ملحوظ في الإنتاج الزراعي. عشية بدء تطبيق الوصفة الطبية الموحدة غدا، رأى رئيس الهيئة الصحية في لبنان إسماعيل السكري أن الوصفة وبغياب الضوابط العلمية والإدارية لسوق الدواء اللبناني تبقى رغم إيجابياتها غير مطابقة لصحة وسلامة أهدافها، مؤكدا على ضرورة وجود مختبر للرقابة حماية لصحة الناس. من يحاسب من حصدوا أرباحا هائلة من جيوب المواطنين هي أضعاف ما يستحقون طوال سنوات وسنوات؟ كيف يحق لدواء الجينيريك أن يتلاعب بأسعاره ويخفض وينافس بعد أن حصد أرباحا غير مشروعة، وهو لا يمتلك أصلا حق التخفيض لأنه غير معني بقانون مدة براءة الاختراع البيتنسي؟ كيف تصبح بعض أدوية الجينيريك أغلى من الأصيل، علما بأنها لا تدفع TVA ولا رسوم جمركية على موادها الأولية المستوردة من أوروبا والتي لم تخفض مع انخفاض اليورو؟ من يراقب أدوية جينيريك المستشفيات والمستوصفات؟ من يراقب الأدوية التي تصرف من الصيدليات بدون وصفة طبية قبل التوحيد وبعده، يعني قبل تطبيق الوصفة الموحدة، ولا زالت تشكل أكثر من نسبة 60%. مجمع تلال بحرصاف السكني يبدأ باستقبال السكان، وشهوان يؤكد أن المستثمر في العقار في لبنان لا يخسر. إذا كنت تبحث عن مجمع سكني متكامل يتميز بإطلالته على الجبل والبحر ومناخه الرائع وهوائه النظيف، فهو تلال بحرصاف في منطقة المتن أجمل مناطق لبنان. نحن عاملين مجمع مع كل شيء فيه فاسيليتيز، كل شيء فيه صيانه وحراسه ونوعيه راقيه، يعني كله اير كونديشن وشوفاج وشمينه وطرقات، ويعني كل شيء يعني معمول فخم. نحن لهلا صرنا بيعين قسم كبير من الشقق، بعد في كميه محدوده من الشقق. اليوم اللبناني عنده عقده اسمها الاصلاله، حتى اللبناني او العربي بده منظر. اذا تلال بحرصاف مجمع سكني اصبح جاهزا ومشترو الشقق بداوا بالسكن فيه. انا من العراق،
من أربيل، وإحنا عندنا ثلاث شقق. المنظر، شوف المنظر، شو تريد بعد؟ يعني هاي البحر، هاي الجبل، والهواء أكيد. الهواء غير شيء، ما بيقولوا العمر الطويل هون. أنا المشروع هون، المنطقة كتير بحبها من زمان، وعارفها كمنطقة صحية جدا، الحرصاف والبحنس وإلى آخره، وبحب الصنوبر، بحب هذا. بعدين المشروع كان كتير مواتي للمتطلبات، يعني أمان، نظافة، جنينات، سيكوريتي منيحة كتير موجودة، والقياس اللي أخذته أنا كان جاست أباوت يعني متطلبات تمام. رئيس شركة بلاس بروبرتيز التي تطور المشروع جورج شهوان يقول إن سرعة الوصول من بيروت إلى المجمع ب 18 دقيقة عبر أوتوستراد المتن السريع تدفع الناس إلى السكن فيه صيفا شتاء، وهو يجمع بين الفخامة والحياة العصرية، ويبعد دقائق عن بكفية، ويطل على مشروع بيت مسك السكني والبحر. ما يسمع جورج شهوان عندما يتكلم عن العقار يعلم لماذا هو دائما يتهم بالمتفائل. ما بعتقد في حدا أنا اشترى عقار أو استثمر بالعقار بلبنان آخر 40 سنة وخسر. عم نشوف شو عم بصير ببلدان برا. نحن كمجموعة بلاس بروبرتيز، نحن مشاريعنا كلها عم نسلمها ماشيين فيها. سنة الماضي سلمنا مشروع يرزي جاردن، سلمنا مشروع مونتي فيردي، هلأ تلال بحر صاف بلشوا الناس مثل ما شفت ينقلوا عليه. سنة الجاي حنسلم سوليدير، مشروع بلاس تاور جالي بصحة الشهداء، ورح نسلم اليرزي 76. ويؤكد شهوان إن هناك مؤشرات على تحسن الاقتصاد اللبناني، ما يؤثر إيجابا على العقار وقطاع الشقق السكنية. برعاية وحضور عميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جابرييل كاتشيا، احتفلت بلدية جزين عين مجدلين واتحاد بلديات منطقة جزين وعائلة نصيف إزاحة الستار عن تمثال سليم بيك نصيف وتدشين شارع باسمه، وهو أحد أبرز شخصيات منطقة جزين التاريخية وقائم مقاماتها. الاحتفال الذي حضره نواب وفعاليات رسمية وسياسية وروحية وأهلية وحشد من أهل المنطقة، تخللته كلمات عرضت للمراحل والمحطات التي عايشها المكرم ومواكبة الكنيسة لجزين ولبنان في حينها، كما كان عرض لمسيرة نصيف ومشاريعه الحيوية في البلدة. الآن نصل إلى النشرة الرياضية، يرافقنا فيها بعد قليل هبة زيدان. مساء الخير. عم تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد 15 الأول المقبل في حال لم تعدل قوانين الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية يلي بتنص على احترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية. وقد منحت اللجنة الأولمبية الدولية برسالة بتاريخ 5 آب تلقت فرانس بريس نسخة منها، وهي فرصة للجنة الأولمبية الكويتية حتى 15 الأول المقبل، حيث جاء فيها: نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية. وأضافت: نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل إلى حل مرض، وإبلغنا فيه بمهلة لا تتعدى 15 أكتوبر عام 2015. بإطار دورة البنك العربي الدولية للناشئين يلي عم ينظمها نادي الجولف اللبناني على ملاعبه بالجناح بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، أجريت يومي السبت والأحد أولى المباريات ضمن التصفيات التمهيدية، حيث كشفت عن مستويات فنية جيدة عموما وعن نتائج واعدة للناشئين واللبنانيين طبعا واللبنانيات. بحب شير إلى أنه من بكرة رح تبدأ مباريات الأدوار النهائية. سقط أرسنال بشكل مفاجئ بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته اليوم بنتيجة 0-2 أمام ويستهام يونايتد على ملعب الإمارات وسط مستوى متواضع من جانب حارس الغانرز الجديد بيتر تشيك. بإطار نفسه رأى المدير الفني لنادي أرسنال أرسن فينجر أنه نادي ويستهام يونايتد قد تفوق على فريقه من الناحية البدنية بالمباراة. وبتصريح لوسائل الإعلام قال فينجر: لم نكن مقنعين من الناحية الهجومية أو الدفاعية، وأعلم أن المباراة
البلد كانت من الممكن أن تكون خادعة. الأمر كان يتعلق باللياقة البدنية، وويستهام كان متفوقا علينا من الناحية البدنية لأنهم لعبوا الكثير من المباريات التنافسية قبل انطلاقة الدوري. عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليعلق على الشائعات اللي كانت بتشير الى تجهيز البلوز لعرض ضخم لضم نجم برشلونه ليونيل ميسي، وذلك بيسيء حديثه على القدره الشرائيه الكبيره يلي اصبحت متوفره عند انديه الدوري الانجليزي الممتاز. مورينيو قال هناك ثلاثه انديه فقط يمكنها قول لا للعروض التي تنهال على نجومها، وهي بايرن ميونخ، ريال مدريد، وبرشلونه. واضاف لا اعتقد ان هناك نادي انجليزي قادر على ضم ميسي، ومن دون شك اللاعب سيعتزل في برشلونة. لليوم الخامس عشر على التوالي عم تستمر بطولة العالم للسباحة بروسيا وتحطيم أرقام عالمية جديدة. أبرز المشاهد من المنافسات من تبع سوا. وبالختام إعلان جديد بيجمع أهم نجوم عالم كرة القدم. Listen up world. I'm not just any footballer. Mark my words. I'll be one of the best. And have it all. I'll be a beast. A creator. Uncontrollable. Untouchable. Legendary. These are not just my heroes anymore. They're my competition. I'll take from all of them and create something new. You might want to follow me. Don't. Create your own thing. إذا كان كل شيء بأخبار رياضة، شكراً للمتابعة وعودة عندك منير. شكراً هبة. الآن صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. بونسوار. صوركم اللي عم تبعتونا إياها على إنستغرام فيوتشر تي في أبليكيشن عم بتخولكم تربحوا معنا بنهاية كل آخر شهر جايزة. من صورة ليلى ننتقل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 35 درجة، الرباط 31، الجزائر كمان 31 درجة. بغداد
بغداد 46 درجة، دمشق 34، القدس 31، عمان 33، والختام بيكون مع الكويت 49 درجة، الدوحة 43، أما الرياض عم بتسجل 44 درجة. هلأ منرجع على لبنان. بكرة التنين طقسنا مكمل مشمس لقليل الغيوم مع استقرار بدرجة الحرارة لتوصل أقصاها لل 31 درجة أدناها 23، بالنسبة للجبل 26 درجة، أما بداخل توصل أقصاها لل 34 درجة. هلأ منوصل على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا بعكار 31 درجة، طرابلس 32، الأرز 25 درجة، من كفي لنوصل على الهرمل 32، القاع 30، بعلبك 37 درجة، رياق 26، جبال 31، ميروبة 27، جونية وبعبدة 30 درجة، بيروت كمان 30 درجة وطقسها صافي ومشمس، زحلة 34، شتورة كمان 34، عنجر 33، مشغرة 30 درجة، جزين 30، مرج عيون كمان 30، بنت جبال 31 درجة، ومنختم أخيرا مع صيدا صور وقعنا 31 درجة. مثل ما ذكرت بكرة التنين مكفى طقسنا مشمس لقليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها ل 30 درجة أدناها 26، بتكفي على هالحال لنهار التنين 3 والأربعة مع 30 درجة. حرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين ال 14 درجة وال 25 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. بالختام تذكير بعناوين النشرة. استغرب يكون عنده هيدا الموقف ضد الجيش اللبناني. ردود فعل مستهجنة لهجوم عون على الجيش اللبناني ودفاعه عن قتال حزب الله للشعب السوري. الملامة مش على حمد مسلوق، الملامة على الذين وضعوا دفتر الشروط. وليد جملاط ينتقد دفتر شروط مناقصة النفايات. وانهيار سريع للمتمردين الحوثيين على الجبهات الجنوبية وإعلان حال الطوارئ في صنعاء. إلى هنا تنتهي هذه النشرة من لينا وهبة ومني ومن فريق الأخبار، أطيب الأمنيات وإلى اللقاء. إلى اللقاء. عذراً بي.